السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. ما زالت الأحداث الأخيرة والتي وقعت بين أنصار مولودية الجزائر وجنود الدرك الوطني في ملعب الدويرة الجديد تصنع الحدث في الجزائر والعالم العربي، ولن تصدق ما فعله مناصر جزائري وجعل الجميع يشكرونها. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشر العديد من الناشطين فيديو لمناصر مولودية الجزائر وهو يتصرف بحكمة وذكاء، وقام بالوقوف بين الجنود والمناصرين سعيا لتهدئة المشاحنات بين طرفين، والحمد لله لم تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. فوجب على السلطات الوصية تفحص كل الفيديوهات المنشورة ومعاقبة المخالفين سواء كانوا مناصرين أو دركيين.